ازاي حضرتك يا عمي؟ تمام يا ابني تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه في حاجه؟ لا 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 ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصل. لا ما تاخدش في بالك. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني في حاجه؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضى يا جماعه. في ايه في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا انت